الختام، ختام يا أشواطي هذه الأمسية، نذكر أيضا بصاحبة التوقيت حتى هذه اللحظات هي سحابة لسالم بن علي بن عبد الله الحبسي، دقيقتين 14 ثانية و60 جزءا من الثانية. سلالة الشهم والأم بنت شاهين الشامسي أيضا من محمية خلي. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام أعلنت هذه الانطلاقة، ومباشرة مع شاهين سعود بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي، بينما المركز الثاني شعار بن عصيان يتقدم من خلال شاهين سيف بن محمد بن عصيان المنصوري. وصل في هذه اللحظات شاهين أحمد بن ساري بن معيوب بن حوير بن المنصوري، مرحبا مرحبا يا راعي سقطرة. بينما الوصول هناك من خلال تواجد عز الجيش لأحمد بن علي بن مبارك المنصوري، والوصول الآخر القدوم من شاهين سيف بن محمد بن عصيان المنصوري. يقدم لنا شاهين هنا أيضا الأداء المتميز والجميل مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هناك نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة والمنافسة والقوة والإثارة. هذه هي الإثارة، وهذه هي أيضا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، هذا هو أيضا انطلاقة شاهين سعود بن عبد الله بن سعود بن يروان الشامسي. ولكن أيضا شعار سقطرة على المركز الثاني مع شاهين أحمد بن ساري بن معيوف المنصوري. شوف القدوم، وصل في هذه اللحظات شاهين لسيف بن محمد بن عصيان المنصوري، بينما الدخول من شعار الكعبي، وصل الكعبي، تقدم الكعبي في هذه اللحظات مقدما لنا هذا الاسم الغزال حمد بن يمع الكعبي. غير الصدارة، غير المركز الأول، بدأ يتقدم على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى، يأتي في الصدارة مع حمد أيضا الكعبي. حمد بن يمع الكعبي يقدم هذه النجومية، يقدم هذه السمفونية على المركز الأول والصدارة الأولى والمقدمة الأولى. هنا على المركز الأول والمقدمة تهانينا والناموس لحمد بن يمع الكعبي على فوز الغزال بالمركز الأول، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني، الوصول هناك من اللي هو ثاني المراكز عز الجيش أحمد بن علي بن مبارك أيضا المنصوري. ثالثا وصل شعار أيضا شاهين سيف بن محمد بن عصيان المنصوري، دقيقتين 19 ثانية 35 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.